ونخلي القيمة دي ولتكن مثلا 25، يعني ما تحاولش تزود فيها قوي علشان الدنيا ما تبص منك. تمام، ده كده بالنسبة لل الديسبليسمنت. نكمل بقى باقي الشيدر. نروح هنا وعلى الديفيوز شيدر. طبعا انا مش عايز كل دول، اعمل رايت كليك كده واعمل رايت كليك واقول له كونتنت وفريم اول. نجيب بقى دول كده، ودلوقتي هروح اجيب الشيدر التاني اللي هو هيبقى في السبيكولر. طبعا لازم يبقى في سبيكولر عشان يبان ان في تفاوت في الاسطح عند انكسارات الضوء. لو احنا رفعنا ده كده، نستنى شوية، انا بس هخف السب ديفيجنز عشان الوقت. طبعا مش هيبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. مبدئيا انا هخليه بيكمان، وهنشط الفرنال، وعايز عشان نتحكم بقى في الافكت ما يبقاش بالشكل اللي احنا شايفينه. نخلي بالنا بس من نقطه، ان لو انا بشتغل فعلا بجد مش هعمل اللي انا بعمله ده، لان احنا بنعمل ديمونستريشن للديسبليسمنت ماب والفيرتكس ماب مع شويه حاجات في الشيدر عشان نتعرف على الشيدر نتورك. لو بتعمل الكلام ده هيبقى الورك فلو مختلف كتير، لكل واحده خامه لوحدها. طبعا عامل خامه واحده ورميها على كله، فنخلي بالنا بس من يعني ايه تيتوريال ويعني ايه ورك فلو فعلا. وطبعا مش هينفع الشرح في تيتوريال زي ده عشان ده بركز كده على حته معينه، لكن لو في ورك شوب بيبقى الكلام مختلف. المهم انا عايز اتحكم في السبيكولرز على حسب برضه الارتفاعات بتاعت الديسبليسمنت دي. امرها سهل قوي. لو احنا رحنا خدنا الايمج دي دوبليكيت ووصلنا الايمج دي بالسبيكولر روفنس، بصوا هنا الفرق هيبقى عامل ازاي. هنلاقي في حتت فيها روفن وفي حتت تانية ما فيهاش بالظبط زي ما انا قلت. هو ده اللي انا بتكلم عليه، ان احنا ما نرميش كل حاجه كده والسلام. لا، يعني نتحكم شويه في الحاجه بتاعتنا عشان ندي يعني الى حد ما لوك ظريف. نرجع هنا، وهنا دي الويت، هقلل الويت دي نقطه. النقطه الثانيه هرفع الاي او ار، وهاخد الويت لتحت شويه. في فرق ان انا اعلي اللمعان وان انا اعلي الريفلكتيفيتي. انا محتاج هنا ريفلكتيفيتي، دي نقطة. النقطة التانية الأهم، تمام، النقطة التانية والأهم إن أنا عاوز أعمل سب سيرفس كاتر. بس لا، بلاش سب سيرفس كاتر، وخلينا نتكلم على حاجة تانية أظرف، اللي هي الكالر بتاع السبيكولر. الكالر بتاع السبيكولر أنا عايزه يجي من نفس الإيمج. هي دي الغلط ولا الصح؟ أه لا، نفس الإيمج دي. يبقى هعمل دوبليكيت للإيمج دي، وهروح هنا سبيكولر اوب كنترول زد، الماوس اتزحلق معلش، كده تاني سبيكولر كلر. في الحاله دي نزود بقى السبيكولر زي ما احنا عايزين. لو رحنا هنا ورحنا هنا رفعنا الويت، بالظبط
مش هنحمل هم ان يبقى الموضوع فيه مشكله، لان انا واخد نفس الكالر بتاعها. ممكن نقلله شويتين على فكره، ونرفع الريفلكتيفيتي. انا استنيت شويه على لما السبيكولر يظبط نفسه، وادي النتيجه. انا زودت بس الديسبليسمنت شويه عشان يعمل شويه الطين اللي احنا شايفينهم دول. كده نكون يعني مشينا حبه في الفيرتكس ماب، ديسبليسمنت ماب، اتكلمنا على ان احنا نعمل كومبايننج للشيدرز مع بعضها. اتمنى تكون المحاضره مفيده، وان كانت هي عباره عن مجموعه تجارب اكتر منها شغل. واشوفكم على خير في المحاضره اللي جايه ان شاء الله، واعتقد هتبقى محاضره ممتعه قوي قوي قوي، لانها هتبقى مع الهير والسبلاينز. اشوفكم على خير.